قلبي بتمنى انه ترجع تربح معنا مره ثانيه بحلقه ثانيه. ثانك يو كيرا. اليوم جايزتنا كثير كبيره 10,000 دولار. اتصلوا فيها هلا على البرنامج على الارقام يلي عم تطلع هلا على الشاشه. ويا ترى مين حيربح معنا هلا بعد شوي؟ خلونا نشوف مين الاسم تاعي. بحبكم وبعشقكم كثير. يلا 10,000 دولار. يا خالد وائل صبايا وشباب البرنامج وينني؟ اليوم ما حدا اتصل فينا. وبذكركم انه اليوم جايزتنا كثير كثير كبيره. جايزتنا هي 10,000 دولار. الو؟ الو؟ هادي صديق البرنامج من كايغو، كيفك؟ اهلا. انت جاهز لتربح معنا جايزة اليوم؟ طبعا. انثى الفيل بتضل حامل لمدة 7 أشهر، 8 أشهر أو 9 أشهر؟ بصي هو 7-8 صعب، متهيألي نقول 9-9.5 كده؟ لا، في 7 و8 و9، ما فيش 9.5. طب خلاص، خليها 9 عشان يعني تلحق تاخد راحتها. 9؟ ده آخر كلام؟ إن شاء الله. غلط. إن شاء الله المرة الجاية تربح معنا يا هادي ويكون حظك أحسن من هيك. صارت الساعة 9:05 يا هادي، وينك لهلا؟ ليه بعد ما جيت؟ في الشارع يا حبيبتي من الساعة 8 والله. الشوارع زحمة قوي. بصي هو عمال اضرب كلاكسات من الصبح. مش كنت جيتي عندي زي كل مرة؟ لازم يعني نقضيها في المواصلات كده. أنا مسافرة بطيارة الساعة 5 الصبح على باريس. ما أنت عارف والمطار 5 دقايق من البيت. ولو جيت لك الطيارة بتفوتني يا أستاذ. المهم بس طمنيني، غاز أخوكي فين؟ أوعي يطب علينا، ده مجنون يعمل لنا فضيحة. قول لحالك، لو اتزوجنا رسمي مش بورقة عرفي يا هادي بيه، ما كنا شفنا ولا من غازي ولا من 100 غازي. طبعا هنتجوز رسمي وهعمل لك فرح، بس لازم فرح يليق بيكي، انت نجمة يا ماما. وبعدين يعني احنا بنعمل حاجة غلط ولا حرام؟ ده جواز شرعي. المهم بس عايز اطلب منك طلب، ممكن تلبسي لي قميص النوم الروز بتاع المرة اللي فاتت؟ عمل معايا شغل جامد قوي. ما انا لابسه. ماشي يا حبيبي، انا جاي اهو. يلا باي باي. مساء الورد يا عم خليل. يا مساء الفل يا هادي بيه. اتفضل. اتفضل فين يا عم خليل؟ يلا فين الورد؟ مفيش وقت. الورد جاهز يا واحده. قوام والنبي. الورد اهو. يلا يا عم خليل. شويه ورد النبي ايه بقى؟ تحفه. حلو حلو. ايه اكتب ايه بقى على الكلام؟ هتكتب ايه؟ هتكتب ايه؟ اكتب. ايوه. الى احلى قميص نوم روز في الدنيا. ايه يا ده، انا عليا جمل، ده انا عليا جمل.